السلام عليكم. تشخص أبصار اليمنيين نحو صنعاء، فبعد حث المخلوع صالح أنصاره لانتفاضة شعبية ضد الحوثيين، خرج الألاف من الغاضبين منددين بالحوثيين في شوارع العاصمة استجابة لدعوة حزب صالح. وقام أنصاره أيضا بالسيطرة على بعض المقار الحكومية في صنعاء وحجة والمحويت وإب، لكن هذه الهبة سرعان ما هدأت اليوم لصالح الحوثيين الذين قاموا بالانتقام ممن هبوا ضدهم بالأمس وقتلوا البعض وفجروا منازل البعض الآخر. من جهة أخرى، عملت ميليشيا الحوثي على فرض عزلة إعلامية على حزب صالح عبر إقحام قناة اليمن اليوم وبث اقتحام قناة اليمن اليوم وبث مواد إعلامية تابعة للحوثيين. وقالت قيادة مؤتمرية إن ميليشيا الحوثي فرضت على الإعلاميين المؤتمرين وضع بيانات مفبركة في موقع المؤتمر نت تحت تهديد السلاح، وحجبت العديد من المواقع في صنعاء بما فيها الفيسبوك. على المستوى الميداني، قدمت تعزيزات كبيرة من صعدة وعمران للحوثيين في صنعاء، وتركزت الاشتباكات على مناطق حدة والجزائر والخمسين وما حول المناطق الحيوية لصالح، بينما يفرض الحوثيون سيطرتهم على باقي مناطق العاصمة. وهنا نتساءل، هل انقلب المخلوع على الحوثيين دون خطة محكمة؟ لماذا هذا الهدوء على الأرض بعد التصعيد العسكري والإعلامي الكبيرين بالأمس؟ ماذا عن أنصار صالح في المحافظات الأخرى؟ هل باتوا مكشوفي الظهر أمام الحوثيين؟ والأهم من ذلك، من ينقذ المدنيين في بيوتهم من حمم الاشتباكات العنيفة وحرب الشوارع؟ أعزائنا المشاهدين، حول ما يحدث في صنعاء ومحاولة فهم خارطة الصراع فيها بناء على الوقائع سوف تكون حلقتنا لهذا المساء. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. معركة كسر عظم بين الحوثي وصالح، هذا ما تقول الوقائع على الأرض. فبعد سيطرة أنصار صالح على بعض مؤسسات الدولة في صنعاء وغيرها من المحافظات، سرعان ما استعاد الحوثيون زمام القوة وصفوا بعض قيادات حزب صالح الذين انتفضوا بالأمس وفجروا منازلهم في حجة وعمران وصنعاء وغيرها. حرب مفتوحة ظهر فيها صالح كقائد بلا خبرة عسكرية ولا قدرة على حشد أنصاره أو التخطيط لمعركة طويلة الأمد. تعزيزات كبيرة وصلت للحوثيين قدمت من صعدة وعمران وعبرت شوارع صنعاء أمام مرأى ومسمع من الجميع. إذن على ماذا كانوا يراهن صالح؟ وهل كان موعودا بدعم من التحالف ثم تخلوا عنه؟ وما هو مصير تحالف الانقلاب بعد هذا الشرخ الكبير؟ أسئلة مفتوحة تبدو محاولة الإجابة عنها مبكرة، خصوصا بعد المجزرة الإعلامية التي قام بها الحوثيون ضد وسائل إعلام المؤتمر. فبعد اقتحام قناة اليمن اليوم واحتجاز طاقمها، حجب الحوثيون مواقع المؤتمر نت واليمن اليوم ووكالة خبر وأنباء عن حجب مواقع الفيسبوك في صنعاء، كما قاموا ببث بيان لهم عبر قناة اليمن اليوم المحتلة من قبل مسلحيهم. المعطيات في العاصمة تدعم القول بأن الكفة تميل نحو الحوثيين، فخلال الساعات الماضية تكثفت الاشتباكات في شارع الجزائر وحدة وشارع صفر، أي حول مربع صالح وأولاده، بينما يشهد شمال العاصمة وبقية المناطق سيطرة أقوى للحوثيين بحسب مصادر ميدانية. وسائل إعلام الحوثيين قالت إن مسلحيهم اقتحموا بعض منازل صالح، من بينها منزله في قرية الدجاج أمام مصنع الغزل والنسيج. في غمرة هذه الاشتباكات التي لم تنقطع منذ 3 أيام، سقط الكثير من المدنيين الأبرياء قتلى وجرحى برصاص المتحاربين، المدنيون الذين لا يزالون منذ بداية الحرب قيمة فائضة خارج حسابات الجميع. ماذا ينتظر صنعاء؟ وهل ستكون أمام تطورات متسارعة لصالح طرف الحوثيين، الطرف الذي يبدو متفوقا حتى الآن؟ هذا ما ستفشيه الساعات القادمة صنعاء، المدينة التي تشخص نحوها أبصار جميع اليمنيين منتظرين إجابات شافية. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تونس عبر السكايب، دكتور معن دماج، أستاذ أو مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء. أهلا بك دكتور. مساء الأنوار، أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. إذن دعنا بالبداية أن ضعنا في البداية بصورة لطبيعة الصراع بين طرفين كانوا حتى الأمس تحالفا في سياق انقلاب وفي سياق حصد لغنائم. الآن هناك هوة تتسع شيئا فشيئا، وهم كما يبدو يعيشون وضعا لا يحسد عليه في ظل حرب، في ظل قرارات أممية، في ظل إجماع دولي ضد الطرفين مع يعني كلاهما. نعم،
الأساس الذي على أساسه تكون التحالف الرجعي الحوثي الصالحي هو أساس يستند من ناحية إلى طبيعة المصالح المشتركة بين القوى المنتمية إلى ما يمكن أن تسميته بمركز الثقل الاجتماعي في المنطقة الشمالية القبلية في اليمن. ونستطيع أن نتحدث عن في الواقع النظام السابق الذي كان موجود قبل 11 فبراير أساسا، والنظام الذي سبق وأن طاحت به ثورة 26 سبتمبر في 62، وهو بالتالي كان حلف الثورة المضادة. جزء من الأسباب التي جعلت هذا التحالف يتم هي العداء، من ناحية فكرة التغيير الاجتماعي، فكرة إعادة بناء الدولة اليمنية على أسس غير استبدادية وغير مركزية، وأيضا على أساس العداء لبعض التيارات الأيديولوجية والسياسية، وفي الواقع أيضا محاولة إبقاء الجنوب اليمني تحت الهيمنة ودخول شركاء جدد في المصالح الاجتماعية التي كانت تمثلها هذه النخب الجهوية والقبلية والسلالية. الصراع بين طرفي التحالف الرجعي الحوثي الصالحي كان يعني مفهوما وكان متوقعا ومنتظرا، وكانت مؤشراته تتزايد طوال الفترة الماضية. الأساس الذي سمح للحوثية بالتغول والوصول إلى كل اليمن هو جهاز دولة علي عبد الله صالح. ويبدو أن الخطة التي كان تحرك هذا الجهاز هو أنه بعد إيصالهم إلى صنعاء وجعلهم وسيلة للانتقام من خصومه السياسيين والاجتماعيين، سوف يلجأ له الجميع لطلب تخليصهم من هذا الشريك، مع الاستعداد إلى الخضوع لعودته للسلطة مجددا وتوريثها ضمن عائلته. الذي حدث أن الحسابات الدولية والإقليمية كانت قد انتقلت إلى مكان آخر، وبالتالي على مدى زمن طويل ومع توفر دعم من دول إقليمية وتغير التحالفات مرات ومرات، تكرست حقائق مختلفة على الأرض، وهي في جوهرها تعبر عن طبيعة الحركة الحوثية الشمولية والإقصائية والسلالية والطائفية، والتي لا تقبل شركاء في كل الأحوال حتى وإن كانوا من نوعية صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان أساسا ذراعا للمصالح العاملين ضمن جهاز الدولة والطبقة البرجوازية التجارية وبعض مشايخ القبائل. طيب الآن عندما نتحدث عن أن النقطة الأساسية، يعني ما الذي كان لدى صالح ودفع الحوثيين للصبر عليه كل هذه الفترة، وبالمقابل ما الذي كان لدى الحوثيين ودفعهم ودفع صالح للصبر عليهم كل هذه الفترة قبل أن يقوم بهذه الخطوة، بمعزل عن الحديث عن تأثير الدول أو الإقليم بشكل ما في هذه النقطة؟ هو تأثير الإقليم موجود، لكن الأساس أنه هذا التحالف منذ أول لحظاته هو كان تحالف الضرورة. كل طرف استخدم الآخر لأغراض مختلفة، وكان هناك جزء في الواقع من الأرضية المشتركة، كان هناك قواعد مشتركة، كان هناك قيادات تتوزع ولاها بين الانتماء لنظام المؤتمر الشعبي العام وبين الانتماء للحركة الحوثية على أساس اجتماعي أو سلالي إلى آخر ما هنالك. من البداية يبدو أن الأمر كان تحالف وقتي وقصير. تطورات الأحداث في المنطقة وفي البلد يعني دفعت إلى استمرار هذا التحالف، والخطة على استخدام الحوثيين فقط كمخلب قط لإيذاء الخصوم علي عبد الله صالح لم تسر في طريقها، مع تدخل السعودية ودول التحالف العربي لحساباتها الخاصة طبعاً، ومع تشكل بؤر المقاومة ومع تحرر جزء كبير من البلاد، أصبح الصراع يتركز حول بالأساس المناطق التي ما تزال خاضعة للحوثيين ولعلي عبد الله صالح. وبالتالي الصراع حتى في جانب منه هو صراع على تمثيل أبناء هذه المنطقة، وهذا الصراع لا يحتمل القسمة على اثنين، فكان منتظر هذا الصراع. الدافع المباشر للأحداث فيما أتصور
هو سلوك علي عبد الله صالح في الشهور الماضية، بالذات في الحشد في احتفال المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس، واستعراض القوة الذي أثار ذعر الحوثيين. ويبدو أن الحوثيين وقتها قد أخذوا قرارا بتصفية علي عبد الله صالح وتقليل قوته، وبالتالي أنا أتصور أن الأحداث التي اندلعت منذ 4 أيام هي فقط كان علي عبد الله صالح مضطر للدفاع عن نفسه بعد أن وجد الهجوم يصل إلى بيته وبيوت أبنائه وأبناء أخيه، وهذا ربما يفسر بعض الإرباك بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام الذي ربما كان مستعد في أغسطس للحركة، بينما في 4 أيام الماضية اضطر للتحرك للدفاع عن نفسه في مربعاته التي تعني حياة مباشرة، حتى وإن بدأ من خطاب علي عبد الله صالح البارحة أنه ربما على تنسيق معين مع دول التحالف الذي يبدو أنها لاقته على مستوى الخطاب السياسي، ولكن على مستوى الأداء الميداني والتدخل العسكري ما يزال أمر محدودا. طيب بالحديث عن دول التحالف دكتور، المملكة العربية السعودية كانت أعلنت قبل أو أثناء اندلاع عاصفة الحزم أن المخلوع صالح عبر ابنه أحمد قدم إليها عرضا بمواجهة الحوثيين ورفضت هذا العرض واعتبرته مخلوعا. الآن الحديث يتغير، هل لتغير مواقف وتغير يعني وجهات نظر بداخل المملكة العربية السعودية، أم لأن علي عبد الله صالح يعني يطلب نجدتها الآن فيما كان يقدم نفسه مخلصا في ذلك الوقت؟ من وقتها تغيرت الكثير من الأمور، تغيرت الكثير من الأمور في اليمن، وتغيرت الكثير من الأمور في الإقليم، وتغيرت الكثير من الأمور في المملكة، وبالتالي الحديث عن تقديم علي عبد الله صالح نفسه وقتها بأنه يمكن أن يخلص وأن يقاول موضوع التخلص من الحوثيين مثل ما ساعد على إيصالهم يساعد على طردهم، هذا حديث له الكثير من الشواهد والأدلة، وفي الواقع حتى أطراف من المحسوبة على المقاومة الشعبية اليوم وعلى المعارضين ما فيها التجمع اليمني للإصلاح كانوا قد ذهبوا إلى علي عبد الله صالح يناشدونه ذلك، لكن نزعة الانتقام المتغلبة على شخص علي عبد الله صالح جعلته يتريث لمزيد من الإيذاء وإذلال الخصوم وربما لاستدراج عرض إقليمي ودولي يعيده إلى السلطة مرة أخرى، وبالتالي التغيرات الميدانية على الأرض و حسابات عدم تمكين نظام سياسي معين في اليمن، من ناحية ليس هنالك استعداد لأن يصل اليمنيين عبر المقاومة الشعبية لتخليص أنفسهم، وللأسف قيادة المقاومة والأحزاب والحكومة الشرعية لا تبدي أي قدر من الاستقلالية المطلوبة، ومن ناحية أخرى هناك رغبة بأن يتم يعني هندسة نظام في المستقبل لا يؤثر على دول الإقليم ولا على مصالحه، ولا يستطيع أن يقدم نموذج جاذب للشعوب في المنطقة الجزيرة العربية وفي المنطقة العربية، وبالتالي هذه الأدوات يسهل التعامل معها أكثر من دعم المقاومة الشعبية وتمكينها من أن تحرز شروط وتوفر شروط الحسم العسكري، رغم أنه الوضع على الأرض قد تحسن كثيراً في سنتين وفي حتى في الشهور الأخيرة، وتأكلت الكثير من آلة علي عبد الله صالح الحوثي، لكن يبدو لي أن المسألة المشكلة هي تخص الدولة اليمنية الشرعية وخصوصاً تخص المقاومة الشعبية والأحزاب المتنفذة داخلها والتي لا تستطيع أن تغادر العقلية السلطوية ولا تستطيع أن تعتمد على الناس، وهذا ما يحدث منذ بداية الأحداث للأسف الشديد. لكن الآن يعني عندما نتحدث عن الوضع بالنسبة للجهة الشرعية بكل تأكيد الوضع بالنسبة لها الآن أفضل مما كان في أيام عاصفة الحزم، باعتبار هناك سيطرة ميدانية على الأرض بشكل أكبر، هناك يعني نوع من بناء ما يمكن أن يقال على أنه جيش وطني بشكل أو بآخر. في المقابل في ذلك الوقت كان الموقف واضحاً ضد الإنقلابيين، بينما الآن الحكومة الشرعية تقف مع من يقف ضد الحوثيين، لكن يعني هل هذا يعني ضعفاً؟ هل هذا يعني أن ليست هناك نية للمبادرة بفعل ما على الأرض؟ ما الذي يعنيه بالضبط؟ يعني إلى الآن لم تفهم بشكل واضح مواقف الحكومة والشرعية من ذلك.
هو لا يتوقع أحد من السياسيين أن يشرحوا تكتيكاته واستراتيجياته. دعنا نقول أن هذا تكتيك مقبول، ملاقاة علي عبد الله صالح ومحاولة يعني تعميق الشرخ بين تحالفي الانقلاب أمر مفهوم في العمل السياسي وفي العمل العسكري. المشكلة هو في غياب المنظور الشامل، والمشكلة أيضا بالنسبة لنا ربما أننا لم نعد نعول كثيرا على أداء القيادات العسكرية والسياسية للحكومة اليمنية ولدولة الرئيس هادي. أما التصريحات البارحة فهي تصريحات يعني بالأخير هؤلاء ليسوا ثوارا، ليسوا شباب ثورة فبراير، ليسوا مناضلين، هؤلاء حكوميين وهؤلاء موظفين وهؤلاء يعني جايين من جهاز دولة وفي نهاية أعمارهم. إذا كانت المسألة هي تكتيك ومحاولة لتعميق الشرخ، إضافة إلى احتمالات أن هناك تنسيق، وهذا ما بدأ في الواقع من الاستقبال المبكر، التحالف العربي كان قد رحب بخطاب علي عبد الله صالح قبل علي عبد الله صالح، قبل أقصد دولة الرئيس هادي وقبل الحكومة الشرعية. وربما يرى البعض أن خطاب علي عبد الله صالح لم يقل كل شيء، وهذا مفهوم أيضا، ليس من المتوقع أن يعلن مبايعته للحكومة الشرعية وهو يحارب في صنعاء، وأن ينقلب على خطابه السابق من قبل 3 أيام الذي كان يتهم المملكة العربية السعودية بأنها تدعو إسرائيل، دعت إسرائيل في فترة ماضية لاحتلال سيناء وسوريا. من المستحيل أن ينقلب على نفسه خلال 3 4 أيام، لكن من الواضح أنه أعطى للتحالف العربي وللحكومة الشرعية بدرجة أقل، أعطاهم الكثير مما يمكن أن يكون قد طلب منه. والموقف الحكومي أنا أعتبره إذا كان مجرد تكتيك وإذا كان مجرد تلاقي سياسي ومحاولة استغلال الصراع الذي حدث، وهو صراع بالمناسبة لولا الألم على مدينة صنعاء وعلى أهلنا وعلى المدنيين وهؤلاء الجمع الغفير من اليمنيين، هو صراع ليس مضر بغض النظر عن نتائجه بالمعنى السياسي. بالأخير هذا الصراع سوف يضعف كلا الطرفين بغض النظر عن مداه وبغض النظر عن من سيربح، لكن بالأخير لقد تلقى التحالف الانقلابي ضربة قاسمة، وبالتأكيد من الطبيعة أن تحاول الحكومة أن تستفيد من هذا الوضع. طيب الآن يعني يبدو أن المخلوع أو هناك من يحاول إظهار المخلوع كمخلص من الميليشيا تحت دعاوى أنه إذا لم يتم الاتفاق الآن ضد الحوثي فلن يكون هناك اتفاق أبدا، وهي فرصة جيدة للخلاص من هذه الميليشيات يعني الإمامية بشكل أو بآخر. أين أنت من هذا القول؟ ما رأيك يعني؟ والله هي المسألة تفهم في إطار السياق التاريخي اللي أحدث في اليمن والصراع الذي تفجر في المنطقة وفي الإقليم وربما في العالم في سياق ثورات العربية، ثورات الشعبية العربية، وبالتالي الهدف دائما هو تقويض النظام القديم وبناء نظام جديد على أسس ديمقراطية وعلى أسس خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة وعلى أساس استكمال برنامج ثورة فبراير. طبعا لا أحد يتوقع أن هذا الأمر هو نفس برنامج الحكومة الشرعية، هذا أمر مفهوم. دكتور يبدو أن الاتصال، إذا هناك إشكالية في الاتصال بالإنترنت مع الدكتور. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل أو نرحب الآن بمن ينضم إلينا، المحلل السياسي الأستاذ يحيى الثلاية من مأرب. أهلا بك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى تسمعني؟ إذا يبدو مشاهدينا الكرام أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ يحيى الثلاية الذي من المفترض أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مأرب، إلى حين يعني حل هذه الإشكاليات التقنية يبدو الوضع كما نشاهد أو كما نتابع مشاهدينا الكرام في صنعاء مضطربا. هناك مخاوف كثيرة على المدنيين، تقول الأخبار الآن أن ربما هناك تحركات دولية لمعرفة ما هو هذا الوضع بالنسبة للمدنيين، ربما تحمل أخبار على أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ سيتوجه إلى الرياض للاجتماع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لمتابعة ما سيجري و وضع اعتبار للمدنيين في صنعاء. على كل حال يقول أن الأستاذ يحيى الثلاية عاد إلينا، أهلا بك مجددا أستاذ يحيى.
مرحبا فيما أجيب، مساء الخير. أهلا وسهلا بك، مساء النور. أستاذ يحيى، هل تم التغرير بشركاء صالح للدخول في مواجهة خاسرة مع ميليشيات الحوثي؟ تغرير بمن؟ تغرير بصالح وحلفائه من يعني في المؤتمر الشعبي العام. نعم. من أين تم التغرير بهم؟ هل تم التغرير به من قبل سواء التحالف سواء من نفسه ربما؟ يعني الحديث عن تغرير لا أعتقد أن أحد سيغرر نفسه، ربما بالإمكان أقول أنه بدر تقديرات قوية أو يعني لم كما يقال لم يحسبها صح، لكن أعتقد أن المواجهات بينهما كانت دائمة منذ وقت مبكر. تحالف كان على أساس الانقلاب على الشرعية وإسقاط النظام الجمهوري، لم تكن أساساته سليمة ولا سوية، طرفين لهما أطماع غير مشروعة وممارسات غير سوية، من الطبيعي أن يحصل بينهما إذا كان يحصل في الأنظمة السياسية المستقرة هذه المشاكل. والحديث عن تغرير لا أدري ما يعني في أي، ما الذي دفع صالح إذن لاتخاذ هذا الموقف بحسب متابعتك للأمور، خاصة وأنه يعني قبل يعني قيامه ب يعني حصول هذه المناوشات وقيامه بخطابه الأخير على أو مقابلته في تلفزيون قناة اليمن اليوم التابعة له، كان يتحدث أمام جمع يعني من الناس ويتحدث عن دعم إيران ولابد من الانضواء تحت ميليشيات الانقلاب وما شابه. هذا التناقض لا يجعلنا نتساءل من الذي دفع لذلك؟ ما الذي دفعه؟ لا أعتقد أن الحديث يأتي يعني أن هناك الموضوع متعلق بالتخلي عن الانقلاب أو أنه تخلى عن خطاب التعريف، بقدر ما هو صراع بين حليفين، صراع بين حليفين انقلابيين انقلب على الدولة والنظام الجمهوري، ومن مصلحة اليمنيين التعامل معه كما يرونه. طيب الآن ما هي الأوراق التي يملكها المخلوع صالح وما هي الأوراق التي يملكها أو تملكها ميليشيات الحوثي في ظل الوضع الحالي في العاصمة صنعاء؟ لدى كل منهم أوراق، وواضح أن هناك أوراق تستخدم كثيرة، ولدى كل منهما نقاط ضعف يعرفها الآخر. وما شاهدناه خلال اليومين الماضية من ضغط إعلامي أكثر من الحقيقة مارسه الطرفين ربما سيذوب ويتبخر ويبدأ في حرب طويلة الأمد، استنزاف أو يعني لا يتوقع عن كثير السهولة هذه أنه يحسمها طرف في يوم، مثل ما قال الأنصار علي عطر الصالح البارحة أنهم حسموها من إب إلى عمران في غضون ساعات. اليوم ظهر الحوثي في نفس السياق يتحدث عن انتصارات أكثر من الغزو. الحقيقة أنه إذا وقعت حرب وإذا ستستمر فهي لم تبدأ بعد إلا إعلانها، أن المؤكد أنه لم يعد هناك مجال يعني للرجوع إلى ما كانوا عليه قبل المواجهات هذه. وقد تستمر من خلال أوراق كثيرة، سواء من خلال التظاهرات وهي أرقام لقاء صالح، أو من خلال عنصر المباغتة وإغلاق ومحاصرة مداخل العاصمة والشوارع، وهي ورقة يملكها الحوثي، وكذلك تدخل طيران التحالف في صف صالح اليوم من الأوراق التي ستلعب لصالحه. وهناك أوراق مثل الإطراد والاغتيالات، أوراق تحريك المحافظات كما رأينا في المحافظات، يعني هناك أوراق كثيرة بين الطرفين وربما لم يتم استخدامها. والمؤكد أن طول الوقت هو لصالح علي عبد الله صالح، طول الوقت في صالح علي عبد الله صالح، لكن الآن علي عبد الله صالح يبدو بعيدا عن وسائل إعلامه، يعني تم تجريده من قناة اليمن اليوم، هناك ما يقول عنه يعني قياديين في حزب المؤتمر على أنه اختراق لموقع المؤتمر وإجبار الإعلاميين على كتابة بيانات أو ما شابه، كيف سيمضي بدون وسائل الإعلام التقليدية له؟ عن اختراق المؤتمر حديث بعض القيادات المخلوق صالح هي مجرد هروب واقع الفترة التي قضوها مع بعض، والضخة الإعلامية الكبيرة يعني والتحديث الذي مارسه المخلوع والدلة والشرعية وضد التحالف والعدوان وما إلى ذلك من الأكاذيب، وأيضا الاختراق السلالي في قيادة القطاع الإعلامي المؤتمر بالذات يجعلنا نستبعد أن هناك اختراق.
وايضا حتى وقت ممارسه التناقض، فلا تستبعد يوم غد ان يظهر يدين يدين التحالف وما الى غير ذلك. طيب، دول التحالف دعمت ما يحدث في صنعاء، سمتها انتفاضه شعبيه، لكن في نفس الوقت كانت هناك يعني تدفقات لميليشيات الحوثيين من صعدة، من محافظات أخرى ربما أيضا إلى صنعاء، ولم تضرب مثلا بالطيران. هل يقتصر يعني تأييد دول التحالف فقط على الدعم الإعلامي، أم أن هناك ما هو متوقع يعني بشكل أكبر؟ هذا ما يجعلنا نتساءل أكثر، إذا كان هناك إذا كان الأمر منسق له مرتب بشكل كبير، لكن الواضح أنه كما قلت وأشرت إليه هناك محاولة مواكبة من قبل دول التحالف، من قبل القيادة الشرعية الممثلة برئيس الجمهورية وعبر البيان الذي صدر عن اجتماع هيئة مستشارها البارحة. من الطبيعي طرف له على له مشكلة في منطقة معينة أن يتعامل مع مسائلها كما أحسنه أو كما يراها مصلحته، لكن لا أعتقد أنها أدت نتائجها إلى الشكل المطلوب لصالح طرف من الأطراف. ما زال موضوع الشارع، هناك ضغط شعبي عالم وكبير استفاد منه الحوثي، استفاد منه صالح البارحة، ولو أنه استفاد حرك ورقة الشارع تحولت إلى انتفاضة كبيرة أكبر من أن تكون يعني حركة صالح وحدها. أما الحزب الغنيجي فمن الطبيعي الحوثي لديه ميليشيات عقائدية وقبلية دربها خلال 5 سنوات وقبل ذلك الفترة الماضية، بالتأكيد أنه إذا جاز الأمر نسميها صدمة سوف يستفيد منها ويبدأ في التعامل مع مطاعتها على الأرض ويجمع حشود، وهي العامل الأهم لديه قضية الحشود واستخدام الدولة وكذلك عنصر المبالغة. أشكرك أستاذ يحيى ثلاية المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. وقبل العودة إلى الدكتور معندماج السميح وعذرا بالذهاب إلى فاصل قصير، مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أجدد ترحيب ضيفي عبر السكايب من تونس دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء. دكتور معن، بعد أكثر من يومين هل يعني اتضحت بشكل كامل طبيعة ما يحدث في صنعاء، طبيعة ما ستصل إليه الأمور في صنعاء، أم أننا قد نتفاجأ بمتغير ما سيحدث في الأيام القادمة؟ هي ككل الحرب يصعب توقع مجرياتها، لكن الواضح أن علي عبد الله صالح الذي شعر بهجوم على بيوته ومحاولة استئصال أعوانه قد حاول رمي النار في يد وفي ملعب الحوثيين، وكانت حركته السريعة قد أربكتهم لبعض الوقت. لكن يبقى أن التسليح الثقيل، المدرعات وال الجبال الأساسية في صنعاء في يد القوات الحوثية، والحرس أساسا يتكون من قوات خاصة تمتلك تدريب نوعي وأسلحة متوسطة وخفيفة وإن كانت نوعية، وبالتالي مثل ما شاهدنا اليوم عادت الحركة الحوثية للهجوم وتحصن علي عبد الله صالح في مربعاته ومستمر في الدفاع، وبالتالي من دون حصول اختراقات على مستوى طوق صنعاء، وبالتالي وصول إمدادات عسكرية كبيرة والتواصل مع مناطق محيط صنعاء بالذات خولان وسنحان وبلاد الروس وحتى الحدا وعنس، وبقاء الخطوط الإمداد الحوثية أساسا من عمران وصعدة مفتوحة، وهذا طبعا يساعد الحوثيين. يبدو أن الوضع سيظل لفترة ما على الأقل، ننتظر هجوم حوثي ودفاع علي عبد الله صالح الذي أيضا لا نعرف أين هو بالضبط، وبالتالي المعركة تجري بشكل يمكن اعتباره طبيعيا حتى الآن. الطرفين تعاملا مع المفاجآت وبدأ يخوضان الحرب حسب إمكانياتهم وحسب يعني القوة وحسب طبيعة التسليح الذي يملكانه. وأيضا ننتظر موقف سواء السكان أو موقف القبائل في الطوق الذي يبدو أن ولاءاتها تتوزع. الضربات الذي وجهها الحوثي في الواقع لجزء من القبائل، بعض المشايخ المنتفضين
قتل بعض أقاربهم وقتل بعضهم وتدمير بيوتهم، وإن كان الآن سيفيده لكنه سيرتد عليه سلبا في المستقبل، لأنه قاعدته الاجتماعية تتآكل، وما حدث قد حدث، ولا يمكن إعادة لحم الجسر بين طرفي التحالف في كل الأحوال. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من برلين، الكاتب والروائي الدكتور مروان الغفوري. أهلا بك دكتور. أهلا بك، مرحبا. هاكم الله دكتور. إذن دعوت الناس لمشاهدة مكر التاريخ، ما الذي نستخلصه اليوم من المشهد في صنعاء؟ يعني نحن في السنوات الثلاث الماضية كنت من الناس الذين يكتبون على نحو مستمر لا تركب على ظهر النمر، وكنا نحذر بأن أغلب مدربي الأفاعي ماتوا ملدوغين. ما حدث في 21 سبتمبر 2014 كان كارثة بكل المقاييس، أن يعلن جيش من حوالي 90 لواء عسكريا حياده أمام ميليشيات دينية بتغزو العاصمة. كانت كارثة كبيرة جدا، وكان علي عبد الله صالح أحد الذين وقفوا على أطلال هذه الكارثة، وذهب يتشفى ويصف ما حدث في تلك الليلة بأنه الانتصار الكبير للشعب اليمني العظيم. ثم بعد ذلك منح جماعة الحوثي شبكته الاجتماعية ومعها تشكيلته العسكرية التي احتفظت بولائها الأسطوري غير المفهوم لشخص عبد الله صالح ولأسرته. منح كل هذه الشبكة الممتدة أو بين قوسين ربطت امتيازات النفوذ والسلطة بالإضافة إلى الجيش، منح كل هذه الكتلة الضخمة لقائد ديني إرهابي بكل التعريفات. يعرف الإرهاب ببساطة متناهية بأنه استخدام القوة أو التلويح باستخدامها لتحقيق أهداف إثنية أو دينية أو سياسية. ارتبط صالح بشكل ما من الأشكال بشكل مؤكد بالجماعة الإرهابية، وسقطت الجمهورية عند تلك اللحظة. ما حدث بعد ذلك من 18 مليون جائع إلى عشرات إلى 3 مليون مشرد إلى بلد موزق، لأن يتحول اليمني في الأخير إلى أن يصبح هاجسا أمنيا في مطارات الدنيا كلها، هو بسبب ليلة 21 سبتمبر 2014. ولأن علي عبد الله صالح دخل العاصمة راكبا على ظهر نمر لكي ينتقم لنفسه، فكان متوقع أن يبطش به النمر في لحظة من اللحظات، وهذا ما يحدث، إنه مكر التاريخ. بالنسبة لنا نحن انتهت الجمهورية في 21 سبتمبر، معركة علي عبد الله صالح ومعركة كما قال جاري الألماني قبل نصف ساعة، كما قال معركة علي عبد الله صالح والحوثي هي الطاعون ضد الكوليرا. وهل يترك يعني ليقضي على بعضهما، أم سيقضوا على ما بقي من مواطنين في مناطق الخاضعة لسيطرتهم والحكومة الشرعية تتفرج على ذلك؟ في الأخير نحن كنا بنواجه انقلاب يكون من جناحين، يمتلك جناحين على عبد الله صالح والحوثي. على عبد الله صالح يوفر الغطاء السياسي رقم واحد، ويمثل أيضا كان علي عبد الله صالح هو فعل شيء في غاية الأهمية، وهو أنه وضع عبد الملك الحوثي على كتفيه، فرع عبد الملك الحوثي ما لم يعتد أن يراه، رأى عبد الملك الحوثي إلى عدن وإلى الضالع وإلى الشبوة وإلى إب، المناطق التي لم يكن يحلم بأن يصل إليها، لأنه في الأخير جماعة الحوثية هي تشكل أقلية داخل الأقلية، تقريبا 3% من النسيج اليمني، سواء بالمعنى الاجتماعي أو بالمعنى الجغرافي أو حتى بالمعنى الإثني، إذا اعتبرنا عن الحوثي بشكل من الأشكال وشكل إثنية. ما حصل هو أنه هذان الجناحان ضربا ببعضهما. كل ما حصل في نهاية المشهد وأننا أمام انقلاب ناقص واحد. كان سيكون من الأفضل لو أن علي عبد الله صالح كسب الحرب، لأنه سنواجه جماعة علي عبد الله صالح الانقلابية التي بشكل ما من الأشكال تمتلك ذاكرة سياسية وتاريخية، وبالتالي بالإمكان التعامل معها بصرف النظر عن نوازعها الميليشوية التي نشأت في آخر 3-4 سنوات. لكن العرض الذي حصلنا عليه نحن كجمهوريين أقحاح، أقول هذا الكلام بوضوح، هو أن المهزوم كان العصابة وليس الجماعة الإرهابية. بالتالي في نهاية المطاف نحن علينا أن نقبل هذا العرض باعتباره مكسبا.
طيب، لأن هناك يعني من يطرح في سياق تأييد ما حدث ورفض ما حدث، هناك من يطرح على أن يعني تأييد علي عبد الله صالح يعني بمثابة أخذ جرعات من البرامول، بينما انتظار الحوثيين ومواجهة الحوثيين بمفردهم سيعني بتر الداء من أساسه وعدم تأثيره على بقية الأطراف لمدة طويلة من الزمن. هل تمثل هذه المقاربة بعدا صحيا؟ هل تستحق التضحية؟ يعني أنا كما قلت في الأساس أنه كان سيكون من الأفضل لنا لو أن الهزيمة أو الحقت بعبد الملك الحوثي لا بعلي عبد الله صالح، لكنها للأسف هزيمة أو الحقت بعلي عبد الله صالح، بمعنى أنه بدلا أن نحصل على عرضا قيمته 2 مليون دولار حصلنا على عرض قيمته 500 ألف دولار، وهذا الشيء علينا أن نقبله لأنه بالمجان في الأخير حصل بين عشية وضحاها، لأنه ما يمكن أن يحدث لليمين قد حدث بالفعل، وأسوأ ما يمكن أن يحدث هو انهيار الدولة. مع انهيار الدولة تفتح أبواب كل الشرور، وهذا ما حدث في الفعل. نحن نعيش في دولة، وبالتالي عندما تعيش يقول الأمريكيون إذا كنت في قاع الحفرة فلا تحفر أكثر، لا تأخذ محفر وتحفر أكثر. نحن في قاع الحفرة ولا عندناش محفر عشان نحفر. إذن أشكرك دكتور مروان الغفوري الكاتب والروائي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين على تواجدك معنا في حلقة اليوم. بالعودة إليك دكتور معن، إذن بالنسبة لقبائل الطوق الآن إلى أي مدى، يعني هناك تخوفات كثيرة دوما في صنعاء من قبائل الطوق، إلى أي مدى يمكن أن اعتبار أن هذه القبائل ستحسم إلى أي جهة ستكون الغلبة بداخل صنعاء، وإلى أي مدى تراها أقرب بالنسبة للحوثيين أو بالنسبة لصالح؟ والله في الواقع تعوزني الكثير من المعطيات والمعلومات، وربما تبدلت كثير من تحالفات. ما هو ظاهر حتى الآن أن تدخل دول قبائل الطوق هو تدخل محدود، ربما هنا قطع طريق في الحيمتين، ربما شاهدنا ما حدث من الشيخ ناجي جمعان في بني الحارث، لكن ما زال التدخل محدود، وليس ذلك التدخل الذي يمكن أن يقلب المعادلات. والمعادلات في الواقع هي معادلات سياسية وعسكرية واجتماعية وحزبية، وليست معادلات فقط قبلية. التنظيم العسكري والقوات العسكرية للحوثي وصالح هي أهم من القبائل، لكن القبائل ربما قوتها في أنها تمثل الإمداد وتستطيع أن تفتح الثغرات وتستطيع أن تسهل الحركة، وهذا ما سيحدث وما سنراقبه في الواقع في الفترة المقبلة. من الواضح أن الحوثي لا يتمتع بشعبية كبيرة لا في صنعاء ولا خارج صنعاء، لكن بالتأكيد أنه يمتلك آلة عسكرية، وقد انتقلت أغلب المدرعات والأسلحة الثقيلة إلى حوزته، ويمتلك قوات مدربة وميليشيا مستعدة للقتال حتى آخر نفس، ولديه قاعدة اجتماعية لا تستطيع أن تستسلم، لأنها في الواقع تعرف ما يمكن أن ينتظرها في حالة الخسارة. وبالنسبة لعلي عبد الله صالح فقوته في الواقع في الجهاز الإداري وفي المؤسسة الاستخباراتية، وأيضا في الطبقة التجارية، وأيضا في المشايخ المتوزعين بالذات من دمار وحتى تعز في محافظات دمار وأب والحديدة، وهؤلاء في الواقع ما زلنا لم نرى لهم أي تحرك، وسوف ننتظر الساعات والأيام القادمة لنعرف أين يمكن أن تذهب الأحداث. طيب، بالعودة إلى نقطة مهمة وهي نقطة التحالف، نقطة الإقليم، يعني الأزمة الخليجية تؤثر على اليمن الآن، التجاذبات أيضا تبدو الآن واضحة في هذا السياق بهذا الخصوص. بالنسبة لدول التحالف والحديث عن وساطات وما شابه، هل يمكن أن تتدخل دولة ما لحل إشكال ما بين الحوثيين، يعني ما بين تحالف الانقلاب، أم أن ذلك الأمر ليس مجدي بالنسبة لها؟ أنا أتصور أنه إمكانية التسوية قد أصبحت وراء ظهورنا، ما حدث قد حدث، والتحالف هو منذ وقت طويل تحالف ضعيف وهو تحالف المضطر، لكن الآن بعد ما حدث لا أعتقد أن هنالك أي إمكانية للتسوية.
في حالة خسارة طرف معين ومحاولة يعني لملمة الوضع أو إنقاذ بعض الشخصيات، هذا يمكن أن يحدث، أما إعادة التحالف هذا أمر غير وارد على الإطلاق. طيب الآن عندما نتحدث على أن ربما علي عبد الله صالح يراهن كان على القبيلة، على حزب المؤتمر، على الجيش الموالي له، وربما أيضا بعض الشعبية بالنسبة لديه ممن لا زالوا يعني يؤمنون به أو بشكل أو بآخر، هل فقد جميع أوراقه أم أن لديه في جعبته ما لديه إلى الآن؟ أعتقد عنده الكثير، لكن المسألة تبدو لي أنه كان مضطر للحركة، لم يختار الوقت. فوجئ بهجوم الحوثيين في المولد النبوي ولم يكن يستطيع أن ينتظر حتى تصل أيديهم لتتخلص من أقرب أعوانه وأذرعته، ولكن المسألة هي في الأخير تتعلق بحسابات كثيرة ومعقدة، وأيضا بتراكم مسألة الثقة مع حلفائه ومع قبائله ومع حزبه. لقد تم التخلي عن جزء كبير من عناصر المؤتمر الشعبي العام ومشايخ المؤتمر الشعبي العام. نحن لاحظنا مثلا المديريات والمحافظات التي انتفضت نوعا ما مع علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام، هي المحافظات التي لم يسبق أن طالها خذلان علي عبد الله صالح في المحويت وفي حجة، لأن لم تتحرك في الفترة السابقة ضد الحوثيين أساسا. بينما لاحظنا مثلا محافظة إب لم يحدث فيها أي حراك جدي، رغم أنها محافظة كبيرة وجبالها يعني كبيرة وتمتلك قبائل كبيرة ويحظى علي عبد الله صالح فيها بتأييد. المرة السابقة يعني القفر تحررت بشكل ذاتي، مقاومة في العدين استمرت لوقت طويل، وتحررت تقريبا 60% من مديريتها في هبة شعبية خلال أيام بعد سقوط العند، لكن خذلانها طبعا جعل جزء كبير من النسيج الاجتماعي يحجم عن التحرك. طبعا الذي تحركوا في المرة السابقة ليسوا مؤتمريين أساسا، وإنما مواطنين ومعارضين وإصلاحيين ويساريين إلى آخر ما هنالك، لكن خبرة الخذلان ربما تشكل مشكلة في الواقع. الإضافة إلى أنه حجم التداخل بين قاعدة وبنية المؤتمر الشعبي العام والحوثيين في مناطق صنعاء وحجة وصعدة وعمران هي كبيرة، وبالتالي هناك تعقيدات كبيرة تحكم الأفراد والقبائل والمناطق في أخذ قرار إلى أي صف تقف، وبالتالي سوف ننتظر كيف تتطور الأمور. وطبعا تدخل الدولة وتدخل الجيش الشرعي والمقاومة سيلقي بتأثيره بالتأكيد على الأحداث والتطورات التي سوف نشهدها في الأيام القادمة. أشكرك دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت عبر السكايب معنا من تونس. شكرا جزيلا لك على تواجدك في حلقة اليوم، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولبقية الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.